الزراعة واستصلاح الأراضي بسيناء اكتفاء ذاتي لخدمة المواطن. تنفيذ مشروع حماية البنية التحتية من أخطار زحف الرمال بشمال سيناء وسيوة، توفير التقاوي والأسمدة اللازمة للحقول الإرشادية من المحاصيل الزيتية، إنشاء 23 مجمعاً تنموياً بوسط سيناء بتكلفة 1,700,000,000 جنيه، استكمال مشتل نخيل البلح بالمزرعة الإرشادية لتوفير سلالات جديدة، إنشاء مشروع تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية، تدريب المزارعين وشباب الخريجين والمرشدين الزراعيين على كيفية تطبيق النظم التكنولوجية، استكمال إنشاء محطة بحوث بالوزة بشمال سيناء.